السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء 28/6/2023 فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك في قناتي أنا وحياتي. أولا، سعر الدولار والعملات في البنوك نستعرضها حالا. سجل الدولار 30.90 جنيه في البنوك شراء، الريال السعودي شراء 8.24 جنيه، الريال القطري شراء 8.49 جنيه، درهم إماراتي شراء 8.41 جنيه، دينار كويتي شراء 100.59 جنيه. تحديث كل 12 ساعة لأسعار الدولار والعملات: الدينار الأردني 43.55 جنيه شراء، جنيه استرليني شراء 39.38 جنيه، اليورو سجل اليوم في البنوك 33.87 جنيه، السويس السوداء اتجنن التاني وارتفاع خرافي قياسي في سعر الدولار، الشراء سجل 38.25 جنيه والبيع سجل 39.10 جنيه. أنا بشكركم دايما وجودكم في قناتي على رأسي من فوق. السلام عليكم.